بسم الله. اقرأ هون ايش بقول لكم. A triangle has size of length 4, 5, 7 units. Find to the nearest tenth of degree the size of the largest angle. هلا انت او شيء بدك تعمل سكتش له، يعني هيك احنا المفروض هيك نعمل. نفترض انه هذا 7 اوكي، مثلا هذا 5. الرسمه مش كويسه بس يعني بتأدي الغرض. حتكون هلا اللارجست راح تكون هاي، لانها راح تكون قبال مين؟ الاطول سايد. اوكي هلا كيف بنطلعها؟ شو الفورمولا هون؟ ايش ساين ولا كوساين؟ كوساين رول، لانه عندك تو سايدز وانجل ان بتوين، وعندك السايد الثاني اللي بالهم معروف. هلا شو بنعمل؟ هيك الفورمولا 7 سكوير، السايد اللي قبال الانجل هو اللي بنحطه سكوير، بنحطه برا. بعدين السايد الاول سكوير بلس السايد الثاني سكوير، بعدين ماينس 2 تايمز السايد الاول في السايد الثاني تايمز كم اللي معها وراء جنبها؟ كوساين ثيتا. بعدين بنسوي الكالكوليشن 49 equals 16 plus 25 minus هنا 20 في 2 40 كوساين ثيتا. عندنا احنا تمام امورنا. طبعا ما تعملي 25 minus 40 اوعك، انه هذا هاي ملتبلايد، لان هاي كلها 1 ترم. اوكي صارت عندي كون 16 مع 25 توديها لهناك، بعدين ديفايدد باي نيجاتيف 40 كوساين انفرس ثيتا على الكالكوليتر. هون لازم كالكوليتر ايكوالز، اللي هي راح تكون ذس ماينس ذس، نسويها 25 16. قديش بيطلع عندي كون هون؟ 11 هاي 4 41 مزبوط. 49 ماينس 41 قديش راح يطلع؟ 8. راح تكون 8 اوفر نيجاتيف 40. فثيتا هون راح تكون اكيد ايش نوعها؟ لان الكوساين طالع نيجاتيف. اذا ثيتا ايش لازم تكون؟ اكيوت انجل ولا ابتوز انجل؟ اكيوت ابتوز. ليش؟ عشان لانه الكوساين في الكوادرت الثاني بتكون نيجاتيف. اي وحده الابتوز واي وحده الاكيوت؟ الابتوز بتكون هيك، هذا اكيوت وهي ابتوز. اوكي يعني الشيب اللي انا راسمه مش اوكي، يعني لازم يكون something like this. something like this. تحب نكتب الفورمولا بتاعت الكوساين يعني as a formula، نكتبها هون لحالها. هي الشيب التيبيكال تاعها بيكون عندك انت تريانجل، say انه هاي A، عندك هاي ثيتا، هاي B وهاي C. فورمولا ايش بتحكي؟ A squared، دائما اللي بنحطه برا اللي بيكون يقبال الانجل. B squared plus C squared minus 2 B squared BC plus C squared minus 2BC cosine theta. اوكي على الكالكوليتر تقدر تحسب شكله الحسبة هذه. طبعا اكيد لانه انا هون طلع معي الكوساين طلع نيجاتيف، عفوا الكوساين انفرس وكذا طلع هذا نيجاتيف، معناته كان بحكي مين الانجل اللي الكوساين تاعها بيساوي 8 اوفر 40. طبعا لو تبسطيها 8 اوفر 40 بيطلع 1 اوفر 5، ها اذا ماينس اور نيجاتيف 0.2 something like this. هاي مش مشكله لانه هاي على الكالكوليتر راح تحسبيها. هلا عندك لو على الكالكوليتر تطلع دايركتلي ثيتا ايكوالز وات، لانه ما بتحتاجي هون تعملي اي كونفرتن او اي شيء ثاني. لكن لو كنت بتعمليها مانيولي بتطلع الريفرنس انجل بعدين بتحسبي. كيف بتطلع الريفرنس انجل؟ بتعملي سي يعني افرضي انه المساله كانت نفترض كيف صايره، انه كوساين ثيتا مثلا، كوساين ثيتا ايكوالز ماينس هاف، سي انه هيك طلع الجواب. اذا سمثينج وي نو يعني أو شيء نيجلكت الماينس صح لك مو شايفتيها. مين الزاوية أو مين الأنجل اللي الكوساين تبعتها هاف؟ 60. ممتاز، إذا 60 هي الريفرنس أنجل.
أوكي. يعني أنا بدور على الأنجل اللي هي أكيوت أنجل اللي بتكون الكوساين أو الساين أو التان تبعتها بتساوي النمبر اللي هون. أوكي. وذات ست. بعدين بنصير نحكي لا ما هو ما 60 مو صح. لأن إحنا بالكوادرنت الأول راح نكون لو كانت 60 راح تكون بالكوادرنت الثاني. طيب لما نعمل بالكوادرنت الثاني راح نعمل something like this وتكون هاي 60. بعديك 120. إذا ديك 120. إذا ثيتا راح تكون بها الحالي 120. هاي لو كنا بنعملها ما إيش؟ ما فهمت ليه كملت. لأنه أنت طالع هون كوسين ثيتا إيش بيساوي؟ نيجاتيف هاف. آه. مش هاف. لو كانت هاف كان حكيت 60 وسكتت لأنه إحنا على تريانجل بنشتغل. بتريانجل مستحيل الأنجل تكون أكثر من 180 صح؟ ولا حتى مستحيل تكون 180 حتى. فإذا إذا لو كانت كوسين ثيتا إيكوالز هاف لكان الانسر 60 على طول وخلص بس نيجاتيف اه بس لانه نيجاتيف اذا مستحيل تكون 60 بس ايش 60 كوادرنت بيكون كل شيء بوزيتيف يس عشان هيك الانسر مش راح يكون 60 فبدنا نروح ندور على الانجل اللي بتكون كوساين تاعها مثل كوساين 60 عشان هيك بنسميها ريفرنس احنا اوكي نروح ندور على الانجل اللي بيكون طبعا راح تكون في الكوادرنت الثاني معناته راح تكون ايش ابتوز انجل معناته راح تكون ايش 180 minus 60 اللي هي 120 اوكي ذاتس ات بالبساطه هذه اوكي اللي وراها ايش بحكيها او از ذا سيركل سنتر اوف ذا سيركل طبعا دائما السيركل احنا بنعرفها بالسنتر تاعها لو قال لك سيركل او قصده فيها السنتر تاعها او اوف ذا سيركل which has a radius of 5.4 يعني هون الراديوس 5.4 The area of the shaded sector is معطيك الاريا Find the length of the minor arc with the length of the arc AB طب ايش الرول تاعك اذا انا لازم يكون حافظ الرول تاع اللي هو الاريا تاع السيكتر واللينث هم شو هم جايات من السيركل إذا بدي أعطيك طريقة تحفظيهم بسرعة يعني حتى لو ما معك شيت تعطيك أو رولز الأريا تاعت السيركل بشكل كامل قديش هاي أكيد حافظ 2 باي آر سكويرد هاي السيركل من فرنس بدنا الأريا الأريا باي آر سكويرد الفورميلا على أي سيكتر في الدنيا A equals ثيتا تايمز آر سكويرد شوف قارني هاي بها لا سوري مش ثيتا هاف ثيتا الاريا للسكتر هاف ثيتا تايمز ار سكويرد طب ما عندنا ثيتا اوكي ثيتا ايش هي طيب الاول احنا هذا السؤال تاعت ايش السكتر اللي هي السنترال انجل ولازم تكون الثيتا بايش بالراد راديان لازم تكون راديان إذا ما كانت راديان بحولها راديان يعني هذه الفورميلا ما أقدر أطبقها إلا لما يكون عندك اللي هو السنترال أنجل وتكون إيش بالراديان هاي كمان هاي مهمة جدا طب السيركمفرنس قديش بيساوي أو اللينكث هلا إحنا السيركل كلها 2 باي آر في اللينكث إيش بنحكي نحكي ثيتا تايمز آر also ثيتا should be in إيش ان راديان هذا اللينث تاع الارك لينث اوكي طب شو دخل هذول بهذول ليش انا جبت هاي يعني تاعت السيركل بدي اذكرك فيه شوف الاريا تاعت سيركل كامله شو السنترال انجل تاعت السيركل 2 باي لما السيركل كامله 360 اللي هي 2 باي لان احنا نحول راديان على طول اذا هي 360 هاي تاعت السيركل الكامله تقابل 2 باي طب الفورميلا half times 2 باي times r square ما فهمت مش الانجل تاعت السيركل الكامله 2 باي اذا الاريا تاعت السيركل بنعتبر السيركل انها ارك اوكي يلا ايش بدها تطلع حسب الفورميلا half times الانجل times r square بس اختصري شو بيطلع معك باي ار سكوير لا انا قصدي يعني مثلا لما تنسي الفورمولا كيف تتذكريها تذكريها من الاريا تاعت السيركل
بس هيعطونا إياها بالديتا بالفيسبوك. تكون سهلة يعني. أوكي. هاي يعني نضغط عليها. هلا وين مشكلتنا إحنا؟ هو معطينا الأريا. يلا خلنا نطبق الفورمولا. أني فورمولا هاي الفورمولا. يلا. 21.6 اللي الأريا of the sector equals half times theta. Theta which we don't know it. Five times. بدنا كالكوليتر هلا. بدون كالكوليتر مش هنقدر نحل. دقيقة أجيب. يس أحسن. وهون كيف نسوي ستوب؟ خلينا نسويها. نكمل. هلا وين عندك راح تطلع عندك ثيتا إيكوالز قديش؟ 1.481. طبعا راد. أوكي. هاي خلصنا ثيتا. أنا بدي إذا هجيبت يعني. لا 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 ما هو اللي انت عملتي سيمبل كالكوليشنز عادي بدون ما نحكي احنا ما دخلنا هون ساين او كوساين عشان نعرف والله انه مكتوب بالراديان ولا مش بالراديان هناك بتفرق معي اوكي اوكي هلا بس انا قصدي انه اللي طلع معانا هذا هو اوريدي راد ليش لانه احنا كله عم نشتغل بريال نمبرز كله ريال نمبرز خلصنا طلعنا السنترال انجل شو بنجي بنطبق مشان نطلع اللينكس اوف ذا ماينر طلعنا الانجل اللي هي هاي بس بنعمل L equals theta اللي هي 1.481 times اللي هي 5.4 طلعت قد ما يطلع so it's very easy okay مش كتير صعبات الworking احنا already have done it كان عامل لي عشان اشتغلهم slide 2 we skip it okay this one خدتوا فيكتورز انتو اوكي ذا سيركل شون هاز سنتر او اند راديوس 6 معطيك هون انه الراديوس 6 الفيكتور او اي اللي هو هذا او اي ايش ماله 06 لا هي 60 60 معناته هاي راح تكون البوينت 60 صح مو هاي اصلا بتكون الاكس كوردينيت كانها واي الواي كوردينيت يعني وي كان لوك ات ات لايك ذس اوكي اللي بعديها ذا فيكتور او بي او بي طبعا راح يكون نيجاتيف 6 و 0 اكيد اند او سي راح يكون ايش 5 سكوير روت اوف 11 5 اند سكوير روت اوف ليه مش مفروض 11 وحتى يطلع هذا طوله شوف انت نزلي هذا هيك صار رايت تريانجل معناته راح تكون 5 وهاي راح تكون ليه حتكون 5 لانه هي الاكس كوردينيت تاعها وهاي راح تكون سكوير روت اوف 11 هاي راح تكون سكوير روت اوف 11 يعني من هذول الانفورميشن verify that A, B, C lie on the circle. طبعا A و C و B مبينات إنهم on the circle. Why? لأنه حكى لنا إنه radius قديش 6 معناته إنه مزبوط أجي I 6 و I 6 فeasy يعني إنك تسوي باقي علي نتأكد إنه C on the circle. فالworking تاعنا صراحة راح يكون عبارة عن إيش؟ إن نوصل اللي هو perpendicular line فبصير عندنا right triangle اللي هو triangle هذا اللي بنحكي عنه عمالنا وبعدين نطبق pythagorean عليه نتأكد إنه راح يطلع 6 ولا لا ليه؟ ما هو لأنه اللي هو radius تاع السيركل هو الهايبوتينيوس تاع مين؟ تاع right triangle طب معطانا إياه لا هو بحكي لي يعني اللي ما حكي لي فيرفاي ايش معناته هو اعطاني اياه بس ما حكى لي يعني انه سي از اون ذا سيركل او اي اون ذا سيركل هو بحكي لي تاكد انه اتس اوكي طبعا بالنسبه لاي وسي وبي سهل مبين انه اون ذا سيركل لانه انت لما تحطي اللي هو 6 و 0 ونيجاتيف 6 و 0 اكيد راح يكونوا ايش راح تكون 0 0 ميد بوينت وراح يكونوا على
محققين الشرط اللي هو انه الراديوس 6. ضايل عندنا بس هذا بدنا نتاكد. اوكي يلا طبي بيثاغورين عليه 5 سكويرد بلس 8 سكوير روت اوف 11 سكويرد. الانسر لازم يطلع بالاخير بعد ما ناخذ سكوير روت لازم يطلع 6. يلا قديش هيطلع عندي كون 25 بلس 11 بيطلع 36. إذا square root of 36 equals 6 معناته it's okay. Okay. يعني 3 points are on the circle. That's it. هذا الجزء الأول. We have done it. الآن الجزء الثاني. Find the vector AC. كيف يعني AC؟ يعني from A to C. طب لقيناها. لا بدك تكتبيها على شكل vector. هلا احنا قديش ايه طلعناها 6 و 0 و سي قديش طلعناها 5 و square root of 11. فكرة ان الكتابة تبعتي خلت السؤال تافه يعني من رايتنج تاعي حل السؤال. هلا بده الفكتر هذا من A ل C as a single vector. كيف بنكتبه؟ نو دائما لما تعملي A C معناته تعملي C minus A. مش طالب. هاي AC معناتها إيش؟ أوكي. يعني زي ما تحكي AB segment AB مش ضرب هاي. نسيت فكتورز. الفكتورز ببساطة لما كليك AC مين وين بادي أنت بادي من A وين رايحة؟ هذا tail وهذا head. فC minus A. negative one. square root of eleven. بس هذا إيش هذا بسموه؟ هذا يسموه اللي هو الفكتر اللي بنقدر نكتبه على هذا الموضوع. يعني لو بدنا نكتبه بطريقة تانية بنكتبه هيك minus one square root of 11 بنقدر نطلع له هذا بنسميه البوزيشن فكتر. يعني لو وصلنا فكتر من عند 0 0 لعند يعني بنقدر نطلع من عند البوينت 0 0 من هون فكتر يكون بارلل لمين؟ للاي سي. يعني الاي سي لو جينا سوينا هنا اي سي فيكتور زي هيك من هون لهون وصلنا بنقدر نطلع هون فيكتور لو اللي طلعنا نيجاتيف 1 سكوير روت اوف 11 ايش ماله هذا؟ بيكون بارلل لهذا. اوكي وله نفس الماجنتيود له نفس الطول تماما هو بس بدوش اكثر من هيك يعني بدوش انا نسوي اكثر من هيك. ايش بحكي السؤال؟ Using an appropriate scalar product or otherwise find the cosine angle OAC. ايش يعني ما فهمت؟ هلا عندك الاو انت ايش 0 0 هاي او والاي اللي هي هياتها اللي هي 6 و 0 اوكي والسي 5 و square root of 11 بدينا نطلع هاي قديش بدينا نطلع الكوساين of this. طب اوكي لازم توصل هديه هاي 6 احنا عارفينها آه. وصلناها بدنا نحسب اللينكث تاعها هلا مزبوط علشان نقدر ايش نسوي ولو وشد يا وشد هلا هاي احنا بنعرف انها 6 اه طب انه هاي بتقدر تعمل هيك ترفعها بين سير رايت انجل تريانجل تعمل بايثاغورس تطلعها ذس انا ما بدي هاي اه قصدك نطلع مو نفس ذا سيم يس لو طبقتي الديستنس بتوين تو ثينجز تو بوينتس سوري كانك طبقتي الباثاغوريان نفسه اوكي اكزاكتلي هلا يعني احنا بدناش نعمل كالكوليشنز لانها راح تكون طويله شوي say انه هاي we have calculated بالطريقه اللي حكيتيها او على الفورمولا الديستنس فورمولا هي سكوير روت اوف طبيها راح تلاقيها نفس الباثاغوريان اللي هي 5 minus 6 squared plus يعني this minus this plus this minus this squared square root of 11 minus 0 squared احسبيها على السريع هيك d ايش equal 1 12 square root of 12
إذن هاي خلاص we have done it square root of 12. هالحين طبق كوساين رول هيطلع عندي كون 6 squared ليها. عرفت إنه هاي 6. هي لأنه هاي الراديوس تاعت السيركل مش سي هاي وهاي A. أنا لساتني شغال على السيركل بس أنا ماخذ part of it. فأنا بطلت أطلع عليها كسيركل. أنا صرت أطلع عليها زي إيش؟ triangle. زي triangle هي هيك أصلاً إذا متذكر كانت هيك صايرة. فبطلت أطلع عليها إنها سيركل بطلع عليها كانت triangle وبشتغل على triangle. وبنطبق الرول خلاص الرول تاعت الكوساين that's it. حتى هو ما بدي أنا أطلع الأنجل وبدي أنا أطلع الكوساين of the angle that's it. Okay. فا it's easy. Okay. Find the area of the triangle ABC. لا ABC مش هذا مش هذا triangle. الارك. آه. ال ABC اللي هو triangle. لا مو B وينها B. B هون. ركزي. B اللي كانت negative 6 و 0. فبدي أنا أطلع ال area of this triangle big one. طلعها كاملة. هلا هاي 12 شور. طب وهاي قديش طلعناها قبل شوي square root of 12 والأنجل هاي طلعناها. لا مش كوساين هي اسمها area half راح يكون times 12 times square root of 12 sine ثيتا. أوكي. إحنا عندنا كوساين ثيتا. طب كيف نطلع ساين ثيتا إذا بنعرف كوساين ثيتا؟ One minus. Two ways. First أروح أطلع كوساين إنفرس من هون. يعني say إنه طلعت معك مثلاً كوساين ثيتا طلعت 0.3 say. بجيبي كوساين إنفرس of ثيتا بطلع معك بطلع something هون. صح؟ آه. طلعنا ثيتا. منروح نجيب ثيتا هاي ونحطها مكان هون صارت ساين ثيتا. خلاص we have done it. الطريقة الثانية مش كوساين سكويرد ثيتا. يس برافو عليك. اني استخدم الايدنتيتيز اني استخدم انه ساين سكوير ثيتا بلس كوساين سكوير ثيتا. شوف انا مش مهتم انه ثيتا كم ايكوالز 1. هلا هاي طلعناها من ستيب سي نروح مطلعينها مثلا سي كانت 0.3 all squared مثلا وهنا بلس sin squared ثيتا بنعملها calculations بتروح مطلعين sin ثيتا and we are done. So it's easy مش difficult. بس لاحظ حط كل شيء مع بعضه يعني حط vectors مع area مع cosine قششهم كلهم مع بعض كأنهم سؤال واحد. يلا solve the equation 3 sin squared x equals cosine square where x is between 0 and 180. يعني احنا بأي quadrants بنشتغل هيك first to second بس يعني راح تكون acute or obtuse بس that's it. okay يلا كيف بنعطيني فكرة 3 sine square x equals cosine square x. استعمل identities. يلا استعمل شوف ايش تسوي. طيب طلع إيش راح أسوي أنا. بدي أعمل divide both sides by cosine square. ليه؟ هلا بحكي لك ليه. عشان راح تصير عن يا سلام عليك هاي ال identity السهل اللي أنا بدي أستخدمها. sorry أكسي مش. تصير 3 equals tan theta. equals 1. ما هو لأنه لما تعمل divide by cosine square theta cosine square theta هاي بتصير 1. هلا اسمي على 3 فبصير عندك sin square x وسي x احنا مش ثيتا cosine square x equals 1 over 3. خذ square root للبوث sides او اذا بدك تعمليها بطريقه ثانيه tan square x equals 1 over 3 square root للبوث sides بطلع معك tan x equals plus or minus square root of 1 over 3 يعني equals plus or minus 1 over square root of 3. طيب هلا مين الانجل اللي التان تاعها 1 over 3 square root of 30. اذا ثيتا او x سوري x equals 30.
هاي 30 ايش بنسميها؟ الريفرنس انجل 180. لحظه شوي، اول شيء 30 acceptable accepted ولا not accepted؟ accepted لانه احنا عندنا بلس ماينس. اذا اول انسر عندي راح احط 30 degrees. بعدين 180 minus 30 150 بالضبط، طلع 150. اذا الانسر الثاني 150 degrees. خلص اثرو خلصنا منها، ما خلصت. يلا this one. The diagram shows a circular sector of radius 10 هاي مبين and theta in radian which forms into a cone. يعني نفسه هذا السكتر طووه هيك عملوا كون. حيصير الهايت، ايش هو الهايت؟ الراديوس هو الهايت. نو هذا بسموه سلانت هايت. هايت لا بفرق. شوفي يا ستي، هذا الهايت مش هذاك الهايت. شوفي كيف مسميه اتش. والراديوس، طب الراديوس ايش هو الراديوس؟ خلينا هلا تفهمنا، هذا طلع الهايت. طب والارك هذا ايش راح يكون؟ لا احكي لي ايش الترجمة هذا اللي هون لايش صار بالشكل الجديد؟ صار الدائرة من برا. ممتاز، معناته اللينك تاعه قديش بيساوي؟ اللينك تاعه هذا بيساوي اللي هو السيركونفرنس للسيركل. من السيركونفرنس للسيركل، من اللينك تاع هذا والسيركونفرنس للسيركل شو بنطلع؟ بنطلع الراديوس تاع الكون. صارت قصة يعني مركبي. هلا اعطيني شو اعطانا هياته. فورمد اسلانت هايت، حكالي حتى هو الاسلانت هايت 10 سنتيمتر. ذا فيرتيكال هايت اتش، هذا بنسمه الفيرتيكال هايت، از ايكوال تو ذا راديوس ار. حكالي انه اتش بيساوي ار. معناته ايش نوع هذا التراينجل؟ ايسوسيلس تراينجل. لما دول ايكوال. اوكي فايند ذا angle theta radians. قديش ثيتا؟ طيب خلنا نبدأ من هون. قال ايش بتساوي من السكتر؟ قال ايش بتساوي؟ 2πr. لا لا حكينا سكتر احنا هلا. ليه ما حيصير سيركل؟ لا احنا خلينا على السكتر هلا. طلع ايش على هذاك كيف بنستبع السكتر؟ السكتر قديش؟ شو الفورمولا تبعته؟ ولا حقنا؟ ثيتا هاف؟ لا هذيك في الاريا هاف. ثيتا ار؟ ثيتا ار مضبوط؟ طيب ال ايش بتساوي؟ ثيتا وي دونت نو ات، بت ار وي نو ات. 10. اذا 10 ثيتا. لانه احنا في مشكله عندنا. اي ثينك واضح الامور. سي انه هاي ايكويشن نمبر 1، ليف ات. هلا ال 10 ثيتا هي نفسها السيركونفرنس لمين؟ للبيس تاعت الكون. مزبوط ولا غلطان انا؟ طب ايش الفورمولا تاعت السيركل؟ 2 باي ار بس ايكوالز 10 ثيتا، لانه هذول ايكوال. اوكي هلا ثيتا لحالها قديش بتساوي؟ 2 باي ار اوفر 10. ممتاز، اوفر 10. هاي سميها equation number 2. لعند هنا في اشي معقد ولا مش واضح؟ اوكي خلنا نعمل continuation. اطلعي لي على التريانجل هذا لحاله اللي هو اللي هو formed from the radius and the radius. هو حكى لي انه الهايت والراديوس قد بعض، والسلانت هايت قديش؟ 10. ديك 90. هاي 90 اكيد، لانه الهايت مع الراديوس بيكون 90. بس انا بعرف كمان انه هاي 45 وهاي 45. مزبوط. انا ايش بدي؟ بدي ار قديش. هلا لو طلعت ار قديش طلعت ثيتا قديش؟ طب تقدر تعملها كيف؟ بايثاغورس. يلا احكي. ار سكوير بلس ار سكوير ايكوالز 100. اذا 2 ار سكوير ايكوالز 100، يعني ار سكوير ايكوالز 50. معناته ار ايكوالز سكوير روت اوف 50. طيب
which can be written as 5 square root of 2. لأن ال 50 عبارة عن 25 times 2. أوكي؟ هلا هاي بدنا نحطها مكان مين؟ ثيتا. نو. R. مكان R. بالكالكوليتر صار كل شيء نون هنا. 2 times 3.14 times 5 square root of 2 over 10 طلعنا ثيتا. And we're through. حلو السؤال. Difficult ولا إيه؟ يلا. I think nothing here. Okay. هلا هاي خلطة بين functions وبين trig. ما هو أنت لما تحكي sine cosine في عندك two things sine cosine. أول شيء اللي هو الأسئلة اللي كنا نحكي فيهم قبل شوي. الارك لينث والثيتا والايدنتيتيز والشغلات هذولا. والنوع الثاني انه يكون نتكلم عن تريج فانكشنز. اوكي. الديجرام شوز ذا جراف اوف ذا فانكشن اف جيفن باي ذس فورمولا. الاي مسؤوله عن ايش ذكرينا؟ شيفت. نو بلا نو في الساين والكوساين مسؤوله عن شيء ثاني. لا حتى ولا في لما ينضرب تعرض ايش اللي بيعرض؟ صح. بس هون ايش بتعمل؟ بترفعها لفوق. نو ما بترفعها لفوق بتطولها. ايوه طيب هي بترفعها لفوق. لا هي بتكون هيك بتصير هيك. يعني لا بترفعها لفوق قصدك يعني انا لما حكيت ترفعها لفوق يعني بتعمل شيفتنج. هي ما بتعمل شيفتنج ما بترفعها يعني شوف هي بتظلها عند الزيرو بتظلها ايوه بتمطها هي اكسباند بتعمل. اوكي هلا مين البي مسؤوله عن ايش؟ هاي بترفع هاي اللي بترفعها لفوق. شفتي كيف؟ طب هي اصلا ساين. الساين الاصل تبدا من وين؟ خلينا نبدا نعطيها لون ثاني ونخفف الخط شوي. يعني هنا الزيرو التيبيكال شيب تاع الساين هيك. هنا البي 2 هيك يعني راح تطلع something like this. الساين الأصلية هيك لازم تكون. بس هذا اللي شو صاير اللي عندي أنا مطه 2. لحظة شوي هلأ هذا الخط اللي هو الإكس أكسس عمل له شيفت قديش؟ مطه 2 عمل له 1. إذن البي 1 من هسا البي 1 والاي 3. ليش؟ عشان بيبدأ من 3 بيخلص عن 3. يعني شوف لو بدينا من هون بيخلص عن 3 هي. لا معناته 2 سوري. إذن اي 2 خلاص. I think we have done it. ولا we have done it. شوف اتأكدي خلصنا ولا ما خلصنا. أنا مش عارف شو طالب بس I think إنه بدو يعني find A و B. طيب وين السؤال؟ السؤال بيكون تحت. بس شو متوقع يطلب؟ اي او بي. احنا سوينا ان نرجع للفورمولا. البيريود كنا كيف نجيبها؟ نجيب هاي الانجل اللي هون ايوه هي بي اوفر 2 كانت صح هيك الفورمولا. يعني ناخذ الانجل اللي هون باي اوفر 2 over 2 تطلع باي اوفر 4 I think هيك. مزبوط ولا غلطان؟ أظن هي يس. طلب includes points كذا which are maximum points of the graph write down the value of f1 f5 يعني لازم نلاقي a و b بعدين substitute yes this is right but then show that the period is 4 باي اوفر 2 لا انا نسيها صراحه. البيريود من وين بنجيبها؟ دقيقه شوي بناخذها كمان من الشكل اذا بدك ناخذها من الشكل. اوكي كم نقص البيريود اللي بتخلص فيها من البيريود الاوريجينال تبعت الساين؟ بصير او انه انت بتقدر تطلع على الشيب. دقيقه شوي هو كيف كان الشيب عامل؟ هو إيش يعني بيريود؟ يعني هيك هاي اسمها بيريود. من هون لهون قديش؟ تقدر تطلع على الجراف من بدايته لنهايته قديش؟ مثلا عامل 4 خلص هي البيريود 4
That's it. هاي أصل طريقة. هلا اللي بحكي لي إنه 3 و negative 1 is a maximum point of the graph. Show that A equals 2. Find the value of B. We have done it actually. Show that F prime equals this. نعمل differentiation. تعرف تسوي differentiation؟ اه. هو إيش صارت الفورمولا؟ خلنا نكتبها هون. Y equals 2 sine pi over 2x. هي هيك صح؟ Plus 1. هيك. يلا differentiate. 2 minus 2 cosine. لا. 2 cosine. 2 cosine. هذيك في الانتجريشن. 2 cosine pi over 2x times pi over 2 plus 0. لأنه الكونستانت هلا التو مع التو بتشطب. ايش بتصفي عنا؟ بتصفي عنا باي. باي مش مضروبة في الانجل. باي اوتسايد يعني كوساين باي اوفر 2x. قارني. It's the same. فسلي هاي ما فيها شيء زي. الديفرنشيشن تبع رقم هو 0. يس. كونستانت ديفرنشيشن تاعه 0. طب ديفرنشيشن لx1. x1. طب لو كان x سكويرد. x سكويرد 2x. يعني بس بنزل الباور بنقص. يعني هشوف y equals x squared. y prime equals الباور بتنزيله تحت وبنقص من الباور واحد. بيعملش differentiation. هاي integration بالعكس بنعمل. افرض انك تعمل integration of x مثلا. بتتخيل انه الاكس هون الباور تاعها قديش؟ 1. ممتاز. زيدي للباور واحد اسمع الباور الجديد. X squared over 2. Yes. Plus constant. Arbitrary constant. طيب لو بنعمل integration لconstant مثلا 3 بطلع 3x plus c. لأنه سؤال الintegration هو إيش؟ هو antiderivative. يعني مين الفانكشن اللي بنعملها differentiation بطلع الإشي اللي هنا. Okay. The line y equals tangent line to the graph. هذا ايش تابع لمين؟ سؤال لحاله او لا؟ هذا بارت 5. لا هذا بارت 5 من نفس السؤال. لا مش بارت 5. هاي هون ترى 0 و 5 هون. ال 5 غلط هون مكانها. اوكي. على نفس السؤال السابق ان y equals k minus pi x is a tangent line. اوكي. The point, find the point where the tangent meets the curve. هلا احنا ايش الكيرف؟ دقيقة ايش الكيرف؟ خلينا نحكي عن الكيرف الأول. ايش كانت الفورمولا تاعت الكيرف؟ 2 plus sine 2 sine 2 sine pi over 2 x plus 1. وطلعنا الواي برايم كانت باي بعد ما زبطناها صح؟ كوساين باي اوفر 2x كانت هيك. هلا اي شيء له دخل بالتانجنت له دخل بايش؟ بالديفرنشيشن. لانه الفيرست ديريفيتيف هو ايش؟ بعطيني الفورمولا للسلوب او للجريدينت ات اني بوينت اون ذا كيرف. اوكي. هلا من هون قديش السلوب؟ لانه هذا التانجنت. السلوب equals negative pi اللي هو الكوفيشنت تاع مين؟ تاع x في اللينير. او اذا عملت الديفرنشيشن لهاي راح يطلع معك ماينس باي. اوكي. اذا لازم الواي برايم equals ماينس باي. يعني الفورمولا هذه equals ماينس باي. يلا دو ات. هذول اثنينتين مع بعض. انا هون ايش سويت؟ جبت الديفرنشيشن يعني جبت السلوب عن طريق الديفرنشيشن. هاي اول واحدة حطيتها على جنب. بعدين جبت السلوب عن طريق اللاين او التانجنت لاين. السلوب في اللينير هو الاكس كوفيشنت. طلعت وطلع نيجاتيف باي. نيجاتيف باي از ا نمبر ترى. اتس ا نمبر. معناته لازم النيجاتيف باي ايكوالز الديفرنشيشن. اذا هون راح تطلع معك هيك باي كوساين
باي اوفر 2x equals negative باي. يلا اختصر الباي مع الباي، صارت هون negative 1 كوساين باي اوفر 2x equals negative 1. هلا هون فيك تشتغليها على الكالكوليتر او تحسبيها مانيوالي، بتطلعي x قديش. خلص مش هو بدي يعني find the value، find the point عفوا the point. إذا طلعت الx بتطلع الy، بتعاود تضيف الأصلي بتطلع الy. هيك خلصنا الجزء الأولين. طبعا إذا طلعتيها طلعت ال value of k. ليش؟ لأنه الx والy هنا رح يكونوا نفسهم الx والy تاعي مين؟ تاعون التانجنت لاين. بتحط x بتطلع y، أو يعني بتحط x وy عفوا. لأنه لما طلع x مثلا طلعت نفترض 2 هاي طلعت 4 ما هو 3، اوكي راح تحطي هون مكان الy 3 ومكان الx 2، بضل مين الانون عندك الk. طبعا ما راح يطلعوا هيك، راح يطلعوا معك solve the equation f of x equals 2. هاي f of x من حط 2 بx. نو هاي equal to. how you going to solve this كالكوليتر، او بتقدر تعمل يعني بدك تصفي الساين الون والباقي كلهم. تحب نحلها؟ هاي مش صعبه هي ترى، يعني انت راح تعمليها هيك. شوف هاي هالايكويشن، راح تكون عندك هيك 2 ساين، اي حتى ما بدك كالكوليتر على فكره، ممكن نحلها بدون كالكوليتر. هاي ايكوالز 2، حطي ماينس 1 ماينس 1 راح يطلع عندك 2 ساين باي اوفر 2 اكس ايكوالز 1 over 2 over 2 sine by over 2x equals half. هلا مين الانجل، مين الانجل اللي الساين تبعتها half؟ 30. اذا هي راح تطلع معك، هي مش راح نكتب 30. 30 يعني هي by over 6. فبنعمل هيك by over 2x equals by over 6. طبعا بدك تتبين انه الدومين تاعنا من 0 ل 5، يعني ما اذا الانسر طلع مور ذان 5 وي نيجلكتد، بس بناخذ الهاي. طبعا هون بدك تكملي انه الباي راح تشطب مع الباي، راح يطلع معك x equals 1 over 3. اوكي هذا 1 انسر، لسه ما خلصنا. This is the first answer. طب وين الباقي؟ بتردي ترجعي للمعادلة الأصلية، هاي الإكويجن اللي طلعتيها هون اللي هي باي أوفر 2x equal، هذا اللي هو الريفرنس أنجل. إحنا لما استخدمنا هون استخدمنا الثيرتي، الثيرتي هي نفسها الباي أوفر 6. طب متى بتكون كمان الساين بوزيتيف 150؟ حوليها لراديان، لأنه قاعد مشغل راديان مش قاعد مشغل هذا. يعني أنت مزبوط كلامك، راح تكون 150 degrees. يلا كيف نحول؟ ما هو هذا سؤال. 180 equals باي. باي. يعني هيك بدك تحط هيك إنه 180 الأوبوزيت تاعها باي. يعني باي أو. هنا النون صارت. فراح تصير 180 150 times باي over 180 equals زيرو مع الزيرو. لا مو شرط، طلع كيف بدون كالكوليتر. شيل الزيرو مع الزيرو، over 3 فيها 5. over 3 فيها 6، اذا 5 باي over 6. اذا راح نكتب 5 باي over 6. اوكي كملي. الباي مع الباي شطبت 10 over 6. ليه 10؟ لا ما راح تضرب كروس مالتيبلاي. كيف تحليها هاي؟ تضربي 2 both sides عشان تخلص من 2. دي مش 5 over 3. ليش؟ انت بتعمل divide by 2، هي هاي half x. صح. مش 2x. اوكي هيك طلعنا الانسر الثاني. الان لو نعمل simplification الها، 10 هنا فيها 5 which is around 1 وبزيد ثلثين. اوكي كم انسر صرنا مطلعين؟ خلصنا؟ no. بتردي تزيدي لهاي كمان 2 باي، لانه انت ايش بصير معك؟ طلع كيف هنا؟ طلع معك انسر. طب معطونا دومين. ما هو لانه عندنا دومين من 0 ل 5،
شوف الانسرز اللي طلعوا معاي، طلع واحد 1 over 3 والثاني طلع 1 and 2 thirds. لساتني ضمن الدومين، فلو عملت 2 باي كمان مرة سيركل جديدة، هل راح أظلني ضمن الدومين؟ إذا يس منكمل، إذا نو منوقف. يس يا هيك الطريقة يعني. بس I think هم عاملينها إنه أنتوا تعملوا بس one shot. أو شو اللي عرفني أنا تعملوها. بس هو لازم تعمليها كاملة. يعني بتجيب باي أوفر 6 بلس 2 باي، بطلع معاك أنسر جديد وبترد تجربي لحد ما تتأكدي إنه أنت within the range. إذا طلعتي outside the range stop. أوكي solve the equation. يلا 3 cosine x equals 5 sine x. نقسم على cosine، نقسم على cosine ونقسم على 5. شو رأيك هيك؟ we are through. الكالكوليتر x equal tan inverse. كم answer بنقدر نطلع؟ two answers. اللي first answer اللي هو reference angle first quadrant، والثاني بده يكون بالthird quadrant، يكون 180 plus the reference angle. 180 plus the reference angle. لأنه أعطاني هو إنه between 0 and 36. أو 360 سوري 360. مرحبا علينا طلال، علينا علينا كيف حالك؟ الحمد لله. علينا علينا شخص بدي بس أحكي لك إنه بدي حصة من فضلك بعد آية. أوكي بصير. شكرا. يس أوكي ستيا. بسيطة يعني مش كتير صعبة. طب يعني tan inverse 3 over 5 بيطلع الريفرنس أنجل؟ بعطيك الريفرنس أنجل. أوكي بعطيك على الأقل سير تلال غمز يا يا. أوكي أوكي okay next one. If A is an obtuse triangle in a triangle كيف يعني؟ يعني هيك الشيب. أيوة هيك هاي A. okay sine A equals 5 over 13. calculate the exact value of 2A. طب بنعمل sine squared plus cosine squared equals 1. ليه؟ هون بدك identity. طيب sine 2a خليك معي قبل ما تعمل cosine ومش cosine. sine 2a ايش بتساوي؟ بتساوي هاي بتكون حافظتيها عن غيب صح؟ you know this one. You should know it. sine a we have it. طيب بدنا كوساين A. نسوي اللي حكيتيه ساين سكوير A بلس كوساين سكوير A equals 1. إذا هون 5 over 13 سكوير بلس كوساين سكوير A equals 1. Then we calculate كوساين سكوير A equals 1 minus 25 over 169. نطلع الانسر cosine A equals square root of. okay طبعا لأنها obtuse angle لازم الانسر يكون ايش؟ positive ولا negative؟ positive. negative. ليه؟ لأن الكوساين في second quadrant is negative. okay yes عرفتي ليش بفكر هيك؟ عشان هيك حكالي انه it's obtuse angle. طب ايش لو كان triangle مشقلب؟ كيف يعني مشقلب؟ يعني بدل ما يكون بالفيرست كوادرنت ساكن هو ما بصير وما لناش دخل في التراينجل. احنا بنطلع على الانجل. الانجل هي ايش نوعها؟ الانجل اللي احنا عمال نشتغل عليها A obtuse، معناته هي في الوضع القياسي إلها لما تكون الفيرتكس تاعها على 0 0 كويس راح يكون الاند او اللي هو ايش بسموه هذا الخط الثاني وين راح يكون؟ راح يكون في السكات كوادرنت اكيد. اوكي اوكي بس هذا ما فيهاش شيء بس كالكوليشن تاعها شوي طويل راح يكون. اوكي يلا سكتش ذا جراف اوف واي ايكوالز باي ساين اكس. ايش ماينس اكس هاي بالكالكوليتر. يو كانت درو ات باي هاند. ذس شود يعني يو شود دو ات
by the calculator. Okay. 1 millimeter square paper. Using scale to هاي صعب نسويها هون. Okay. Label numbers هاي مو صعبة. بس إذا معك graph calculator أحسن طريقة إنك ترسميها وتقلديها. راح تطلع طبعا من الجراف كله هذا يعني كل الانسرز اللي هون راح يكونوا من وين؟ من الجراف مش من ال على التريسينج يعني تسوي تريسينج عليها وذاتس ات. Find the solution of this equation يعني ايش قصده هون solution of this equation؟ مش انت رسمت الجراف تشوفي وين الجراف cuts the x axis هذا هو solution تاعها. اوكي ذاتس ات. راح نسوي أكثر من هيك هون فيها لأنه فيها ما فيها إشي nothing. Okay. Find the definite integral of this. مش يعني indefinite. يعني definite integral لما يكون في عندي كونه إيش numbers limits. طب ما عنا إياه. ما عنا معناته indefinite. هذا هو indefinite. عرفت شو هو indefinite؟ يلا كيف بدنا نعمل integration لها؟ integration by sin x minus x dx. من نعمل موزع الانتجريشن توزع cosine minus pi cosine x plus 1 minus 1 minus x squared over 2 نعمل integration plus c. Okay. And hence or otherwise calculate the area of the region enclosed by the graph the x-axis and the line x equals 1. ايش يعني؟ يعني بدي تعمل لي integration from 0 to 1. Integration بيعني. No, sorry, مش zero. مش في البارت B طلعنا ال intersection points between the graph or the curve and the x-axis. المفروض يكون طلعناهم في البارت B. فراح تعملي هون integration from one of the zeros to one للfunction. يعني هون راح يكون في some number. هذا النمبر منين بيجي؟ من البارت B. هلا هون في الجانب هذا ايش راح تسوي؟ راح تشطب السي هذا الاندف هسه صار ديفينيت راح تحط النمبر اللي هون بيطلع معك تحطيه هون وال1 بتحطيه بعدين بتعملي سبستيتيوت. اوكي 1 اول شيء بتعملي هيك ماينس باي كوساين 1 طبعا هون لازم يكون معك ال1 اللي الكالكوليتر بالايش؟ بالراديان انا عم نشتغل على 1 ونمبرز عاديه فلازم تحولي كل شيء للراديان عشان تقدر تسويها. question 10 given that sin theta equals half cosine theta equals negative 3 over 2 and theta is between 0 and 360 find the value of theta. شوفي هنا الساين بوزيتيف والكوساين نيجاتيف يعني بالفيرست كوادرنت نو بالفيرست كوادرنت كلهم بوزيتيف بس وين واحد يطلع بوزيتيف بالضبط. طب مين مين الانجل اللي الساين تبعتها هاف 30 هاي هذا الانسر من هاي جبته 30 هاي الريفرنس حيكون 150 إذا بالضبط ثيتا equals 150 هذا الانسر تاع هذا السؤال part A. اوكي نكمل شوف تحت ايش فيها ما فيش شيء فيها خليكي متذكرين write down the exact value of tan theta tan 150 tan 150 يلا احكي طبعا.
طيب راح يكون ماينس بصير اوكي بصير ماينس 10 30 اللي هي تعملت مو هاي انا بعرف مش الريفرنس انجل طلعتنا 30 بس ليه بتعطي اكزاكت فاليو بصير لا ما بتعطيك اكزاكت قديش ثاني 30 انا حافظه بس مش فاهمه ما طلعنا لهم ال 150 يا اما بتحط ال 150 هون اوكي بس هو ليش بحكي لك اكزاكت وحاط لك عليها بولد بس ايش يعني ليش حطيك هيك عشان ما تحطي 150 تروح تسبع الكالكوليتر تطلع لك هذا الزمن البونت بس ما فهمت السؤال يا اعمليها الطريقه اللي انت حكيتيها الثانيه عباره عن ايش ساين كوساين يلا قديش الساين هاو ديفايدد باي نيجاتيف سكوير روت اوف 3 اوفر 2 هي الكوساين يلا اعملي square root of 3 half times 2 over square root of 3 بس هنا بالنيجاتيف negative 2 over 2 square root of 3 يعني negative 1 over square root of 3 which is the same answer بس ما فهمت السؤال بده ايش بده؟ بده التانثيت نعم فانت حكيتيها مو هاي الساين وهاي الكوساين فهي عبارة عن sine over cosine that's it we simplify it لما حكى لك بده ال exact answer يعني calculator هون يلا this one ايش بحكي هون the diagram shows a vertical pole BQ which is supported by two wire fixed in the horizontal ground AB shows a vertical pole BQ which is supported by okay يعني شو بدنا في الحكي هذا ما اعطيك هنا BQ قديش هاي 40 هاي 40 وعندك الانجل هاي بي بي كيو وين هاي بي بي كيو يعني هاي الانجل انت متخيلي ترى هذا 3 دايمنشنال يعني مهم انه تكون فهمتي هون 70 اللي هي هاي الانجل اللي على الارض وبعدين هذه 30 هاي برضو على الارض 30 ايش بده هلا مشكله هلا رح نقلب نضل متذكرين الشكل ذكرتيه كيف هلا هذا اللي هون رايت انجل اللي هيك لجوا انه هذا 3 دايمنشنال بدنا قديش طول هذا بي كيو شو نسوي هلا انا بعرف بس انه هذا 40 اوكي شو رايك نشتغل على التريانجل اللي في الارض اوكي هذا لحاله شمعنا هذا شمعنا هذا عشان نطلع منه لانه عندي 2 انجلز وان سايد بقدر استخدم الساين رول هديك الانجل 80 هاي 80 مزبوط هاي 80 ساين شو رايك نطلع السايد هذا قديش اوكي يلا كيف ساين ساين 70 اوفر اكس اللي هو هذا اكس ساين 30 ايكوال ساين 80 على 40 ساين 80 على 40 بدك تسوي كالكوليشنز تطلع اكس قديش سو هاي عرفناها هلا كملي هلا عندك هاي وي نو ات فانو تريانجل احنا بنحكي عن هذا التريانجل بي كيو بي هاي وهيك وهاي 36 وهاي we know it
احنا بنطلع هذا قديش؟ Pythagoras. No, you cannot. لأنه ما عندك الا one side. طيب بنطلع الانجل تبعت P. بعدين نعمل كوساين رول. ليش ما نعملها على tan 36 equals y over this number. خلص we are done. مو هاي we know it. وtan 36 we know it. Multiply them. Then بطلع عندك y equals tan 36. مزبوط. Times the number اللي هون اللي طلعناه من هون x. Okay. خلاص we have done it. شو كمان بدو كان؟ نسيت. The length of PQ. The distance between A and B. But you know it, man. The distance. ما كان إنه 40 طيب. Sorry. PQ هو اللي 40. هذا BQ هو اللي 40. احنا خربطنا هنا. 40 هاي 40. اوكي. فتخربط الحل هسه هاي بتنشطب. بس the same way يعني راح نسوي يعني هاي بس راح نشطبها. انه we know this is 40. اذا احنا مش بحاجة صراحة لأي شيء. يعني هاي 40 طلعنا هاي وخلصت. هلا بنطلع هاي. بس رجع ساين رول يعني we got the idea بس ما انتبهناش. انا فكرت انه هاي اي بي اي لما نحتاجه بنرجع له. Find the height of the pool BQ. بدو the distance between A and B. انا راح ارجع لهذيك الشاشة عشان ايش اشتغل هناك. The distance between A and B. I think this is done. اللي بعديها هلا بيبدأ يعيد. أيوة. The diagram shows a circle of radius 5 centimeters. Okay. إيش بدو يعني أسوي؟ Shaded region. يعني لهم بدو ال بدو ال إيش؟ Parameter. بدو البيرميتر. يلا كده كتيبي. كل بارامتر تبع كله ماينس البارامتر تبع الارك. لا شو بارامتر تاع الشيدد ريجن؟ كله ماينس الارك. نعم هاي البارامتر يا ستي السور. شوف الألم وين بمشي. طيب كله ماينس تبع الارك بس 2 راديان 2 ديامترز. أيوة 2 راديوس 2 راديا. هيك عندك تجيبي هاي بدك تجيبي هذول مع بعض. كيف بدنا نحسبها؟ اوكي تعطي السيركل قد ايه اللي هي 2 باي ار. اوكي 2 باي ار ماينس ماينس السيركمفرنس تبع الارك قد ايش؟ ثيتا ار 2 باي ار سوري 2 باي ار ماينس اللي هو اللينكث هذا. كيف نطلع؟ من الاريا. اعطاني الاريا هو ما اعطاني الاريا مش عنا الارك تبع معطينا هو معطينيها 1 راديان. خلص خلصنا. اذا قديش طول هذا الارك اللي هون الصغير الماينر ارك 2x صح 2 لا هذيك الانجل ولا شيء الفورم اللي هي ثيتا ار. ثيتا قديش 1 راديان. اذا 5 5 لانه الراديوس 5. حكالي هون الراديوس 5 بلس 10 بلس 10 اذا صارت هون 2 باي ار بلس 5. ليش 2 باي ار؟ احنا ما هي ار 5 اذا 10 باي بلس 5. And we are done. Find the perimeter of the shaded region. هاي حلوه هاي وتركي. اوكي خلصت. اوكي هلا ايش بحكي هون؟ f of x equals 4 sine between brackets اللي هو الانجل هاي 3x plus
pi over 2. For what value of k? Okay. Will the equation f of x equals k have no solution? هاي مش كوادراتيك تيجي تحكي لي الديتيرمينانت greater than 0 equal 0 هذول لا هاي ايش؟ ساين. اذا ايش لازم نسويها؟ نو 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 مش جراف كالكوليتر has no solution. ايش قصده no solution؟ يعني لو حطينا هيك 4 sin 3x plus pi over 2 equals k معناته راح تصير هيك sin 3x هي ترى تكررت اخذناها بالفانكشنز على فكره هاي بيساوي k over 4 حكينا هاي ال k over 4 حليناها السؤال نفسه متذكره لازم تكون between negative 1 and 1 ومنها k should be between 4 and negative 4 لا 1 over 4 no بدي k alone multiply by 4 all sides okay. yes لا مش yes 100% اوكي يعني بجوز نمشي بس هم يضل يمكن سؤالين هيك بس او بيج وان اذا تعبت بنص سوي ستوب لا لا كلهم سؤالين يلا in this question you should know that the radians are used through okay sketch the graph y equals بدي graph calculator هذا السؤال كله على graph calculator you cannot solve it without a graph calculator اوكي يس وال كثير طويل طويل بس يعني you should do it 15 marks عليه بس بدرسك تجيب الجراف كالكوليتر هيك اوكي بدك تسويه هلا بنسويه اوكي بنعمل يلا يلا ابدي ايش اعمل سكتش او شيء اعمل سكتشينج اوكي ايش لو y equals x squared cosine x x squared times cosine x والدومين تاعك من 0 ل 2 اوكي يعني الاكس مينيمم 0 والاكس ماكس 2 making clear approximation approximate positions of the positive x minimum 0 والاكس ماكس 2 الواي مش معطينا فاحنا بدنا نعمل ويندو نقدر الواي قديش اوكي اوكي هلا ايش بدك تسوي هنا بدك تطلعيني من الرسمه سويت سكتش خلص سكتشت هلا بدي من سكتش تطلعي لي الاكس انترسبت البوزيتيف اكس انترسبت ذا ماكسيمم بوينت اند ذا اند بوينتس لما x1 y equals 0 اوكي هاي ايش هاي ال- y intercept من ال x intercept في x intercept شو عارف اكلها بتعملي تريسنج بدي اكيرسي هاي صراحة في طريقة بس ما بعرف كيف صراحة اسألي عنها لأنه أنت تستخدمي هاي الكالكوليتر هاي لو أنه على كمبيوتر بتكون إيزي صراحة هاي هو انترسكشن أنا دائما بكتبهم للامتحان مع أنه ممنوع أوكي ذي أنا بعمل جرافينج إي الإكويجن أكس سكويرد كوساين أكس يس ويندو أدي الأكس مينيمم Zero. Will x max? Two. Two. Enter graph. هلا رسم لي واحدة غير. لا مستحيل. المهم. Second. Calc. intersect. قديش طلع لك الانترسكشن؟ يعني الاكسز قديش بيطلعوا معك اللي هو الاكس انترسبتس
كيف شكل الجراف بس كان يدرو هير بيز لانه هلا شو قلنا صراحه راح راح ينصب على شكل الجراف بس لازم اعمل زوم اوت ما ازنخ مش عم بعمل اوكي ولا هي فساحه لا كويس ممكن يكون لا لا هو يعني احنا بنثق فيه استاذ انا ما عجبني هذا اللي نزلت لي اياه الماي سكريبت كالكوليتر بالعكس كثير منيح اجربته كله بالدسيمالز انا ما بدي بالدسيمالز طب مشكلتك هاي لا لازم يكون مش لا انا عجبني هي ما عندي طلع يعني هيك راح يكون هلا انت هيك بدي اياكي كمان بعد شويه يس بدي اياكي تحسبي الاريا هاي هاي انتجريشن يس بس شو بدك تجيبي بدك تجيبي البوينت هاي والبوينت هذه البوينت هاي مبيني زيرو بس هاي لا هو بدي اياها بس في الفيرست كوادرنت فبدك تشوفيها هون قديش شوفي على التريسينج 1.5 هاي 1.5 يعني اذا شغلك صح ابروكسيميتلي هلا خلص بتصير ايش بدك تعملي انتجريشن بدك تعملي انتجريشن لايش من زيرو ايوه لا بالضبط هيك شفت لك يا سارة فلا بدك تعملي انت انتجريشن الها بتطلعي الشيدد ريجن الاريا اوف ذا شيدد ريجن وبقول لك انه اثبتي له انه انه الديفرنشيشن تاعها ايكوالز ذس وهاي بتنعمل على الكالكوليتر هلا انت يعني حتى لو ما عملتي انت انتجريشن الها لحظه شوي مو انت الانتجريشن المشكله انك انت ما راح تقدري تجيبيه شوف طلع الكالكوليتر بيعمل لي نو بتقدر تسويه بطريقه سهله جدا هو اوريدي معطيك الانتجريشن ببساطه لو حطيتي انتجريشن هون وانتجريشن هون احنا من انتجريشن لهاي صح الانتجريشن مع الديفرنشيشن شو بسوي بعضه وايش طب اذا ايش انتجريشن لهذه ديفرنشيشن هاي اوكي سو اتس دان اكشوالي دان بس بدك تعمل السبستيتيوشن هلا تحطي 0.5 وبدك تكون الكالكوليتر تبعتك بالراديان منو ات شود بي ان راديان فهو صح كبير بس ايزي صراحه اوكي اللي وراه هذا نفسه مش نفسه لا. لا 15 question new oh. In this part of the question radians are used throughout the function f is given by this formula the following diagram shows the part يعني هو راسم لي اياهم جاهزني وبكي لي هسيات متأكد راح اقول لك جيبي لهذا بالضبط طيب طلع لا برضو بدك تطلعي a و b و c معناته بدك use it sketch it on the graph من الجراف بتطلعي الـ A والـ C والـ B وكل الـ points وبعدين بتعملي integration هلأ في الـ integration خلنا نشوف بالله بنقدر نعمل integration yeah we can do it by substitution تعرفيها ذكرتيها no أذكرك فيها بدنا نعمل إحنا integration لهاي sine x all squared times cosine x dx كيف بنعملها هاي؟ صح الأولى مع الثانية هاي بنعمل إنه U equals sin x ليل under the power then نعمل DU over DX equals minus cosine x لا سوري plus نحن بنعمل differentiation هلا هلا DX equals DU over كوساين x هذا بنسموه substitution يلا اعملي هناك بدل المسألة كلها تخليها باليو فبصير integration of u squared مزبوط كوساين x لأنه احنا ما بنقدر نعمل substitution للكوساين x بس بنعمل substitution بدل dx du over كوساين x اشطبي هاي مع هاي صارت integration of u squared du which is du cubed. u cubed over 3 plus a constant إلا إذا كنت بتشتغلي على limits هنا بتحطيش ال constant okay. بتعملي substitution هلأ لازم تعملي خطوة step أخيرة إنك ترجع ال u لأصلها فهي بصير إيش
ساين x all cubed over 3 plus c. عرفتي متى بنشيل ال c ومتى I think مش ضايق شيء بس figure significant figure to the range of من الرسم يعني find f prime كيف نعمل له f prime طب هذا differentiation اها لمين لا f كيف نعملها إيش كانت هي؟ هي كانت sine squared هيك y equals sine x all squared times cosine x minus cosine x أوكي هاي product cos awesome وعندك chain rule كمان فيها يا الله بسيب نعمل review لا yes نعمل خليها next time calculus Okay. Next time, calculus. When you show differentiation and integration, calculus. This is the last slide. Yes. Okay. You have only any blank page.